اشفي مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واحفظ مصرنا بكرمك وجودك ولطفك يا أنسام الفجر من الإيمان، أنسام الفجر من الإيمان، إحساس يرقى قد مر الليل على قلبي، قد مر الليل على قلبي بجمال الذكر مع القرآن، والروح بالدمع أردد خير بيان، وأذوب بقلبي في حب، وأذوب بقلبي في حب قد فاق الوصف بكل لسان. أخرجت الدنيا من قلبي، أخرجت الدنيا من قلبي، والروح تعيش مع الرحمن، فالنور الحق لإيمان لله يخاطب في الإنسان في لحظة قرب للباري، ليفيق القلب من النسيان. فالفجر رسالة خالقنا، فالفجر رسالة خالقنا، جاء أعظم إنجاز تبدأ به اليوم هو صلاة الفجر. أجمل حاجة تعملها في حياتك، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله،
من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. صلاة الفجر تجعل في وجه الإنسان نور. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أمرنا تسحروا فإن في السحور بركة. ومن تسحر ثم ذكر واستغفر وجلس لصلاة الفجر وقرأ القرآن زي ما سيدنا الشيخ قال كده، قال قد مر الوقت على الليل على قلبي بجمال الذكر مع القرآن. خد بالك لما الليل يمر على الإنسان وعلى قلب الإنسان بجمال الذكر مع القرآن وينتظر صلاة الفجر ثم يصلي الفجر في جماعة ويدعو الله تعالى حتما سيستجيب. صلاة الفجر في كل الأوقات هي صلاة تخلو من أهل النفاق، لأنها صلاة في وقت الظلمة لا رياء فيها، وإنما يذهب الرجال إلى المساجد استجابة لكلام الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه. إذن يعني الناس دي رايحة ربنا سبحانه وتعالى، مقبلة على الله سبحانه وتعالى، تركوا الفراش وتركوا الحال والمال والعيال وذهبوا إلى لقاء الله في لقاء خاص VIP، لا سيما في أيام رمضان. يبدأ اليوم بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوة فيبدأ بالصلاة. ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن قرآن الفجر وقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إيه رأيك لو أنت صليت من الليل ولو ركعتين؟ قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم تختم بوتر لأن الله وتر يحب الوتر، ثم تتسحر وتنتظر صلاة الفجر. فإذا بدأت اليوم بهذه الطريقة فإنك قد ملأت اليوم بالأنوار والأسرار والنفحات والبركات. اوعى تسيب صلاة الفجر، حافظ على صلاة الفجر وكن من أهلها، كن من هؤلاء الذين يسيرون بالخطى إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن إن الطريق إلى الله ليس مفروشا بالورود ولا مهيئا ولا مزينا، لكن إذا نافسك أحد على الدنيا فاتركها له، وإذا نافسك على الآخرة فنافسه فيها. كن من هؤلاء الذين يوقظون الناس ويأخذونهم إلى أداء صلاة الفجر في جماعة. كن من هؤلاء الذين يحثون الناس على التنافس في الطاعات والخيرات، وأفضل ما نتنافس فيه ونحرص عليه ونسأل على بعضنا البعض في صلاة الفجر. صلاة الفجر صلاة النور، صلاة الصدقة، صلاة البرهان، صلاة الضياء، صلاة السعادة. أجمل حاجة في رمضان الحفاظ على صلاة الفجر في جماعة. هي رسالتنا اليوم، نختم بها هذا اللقاء. أشكر باسم حضراتكم كروان اتحاد إذاعة تلفزيون فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهداد، شكرا جزيلا مولانا. شكر الله لك يا سيدي. وأشكر شاعرنا الجميل على كلمات الرقراقة الشاعر الأستاذ محمد علي راشد، وأشكر أيضا فريق الإخراج والإعداد والإنتاج والتصوير والإضاءة وكل من معي وشارك معي بالصوت وكل من أدى معي في هذا البرنامج. في الاستوديو كل عام أنتم جميعا بكل الخير، شكر الله لكم حسن متابعتكم وجزاكم الله تعالى عنا كل الخير وأتمه. من أراد أن يترك في الناس علامة فليقابلهم وعلى وجه ابتسامة. وهذا محمود الأبيدي يحييكم وأقول لحضراتكم في أمان الله، مع السلامة.